صلى عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا هيا البنات، السلام عليكم، صباحكم بالخير. اليوم راني صبعت راح ندير لكم البروكلو زي خلال هذا، راح نديره لكم زي هاني. درت لاصوص، هنا كسرت قصيت بصل، حبه بصله حبه طماطم. هيا هو راح ندير فيها الاخر. شوف ندير فيه شويه حمص، شويه جلبانه، شويه الاخر سموه زروديا. قصيتها انا طيبتها هنا وحدها، كيطيب مليح. ومن بعد ردها لهنا، هاني انا نصبت لهنا. درت الزيت، درت الدواوات، درت الاخر سموه نصب كي العادة. هاي نصبت لكم كي العادة البصلة والطماطم، هاني نصبت لكم هنا. هاني غليت البروكلو، اليوم راح نديرو الاخر هاك، نهز هكا ونقليه وكيطيب خلاص. يطيب المرقة نتاعي وكلش نمسح ليها شوية مرقة اصوص برك. ومن بعد ونحط هذا هو اللي راح نقليهم. درت فيهم حتى هما شويه حبان، شويه طماطم مرحيت، شويه بصله، شويه ثوم، كيلو فارينه. هاي درت زوج عظمات، درت مغرف ونص نتاع الفارينه، ودرت فلفل الكحل وملح والملح. ومن بعد نقليهم ونهتهم لكم كيف راح نديرهم. اياد واش راح تقول لهم؟ واش راح تقول؟ هاي قالت لهم اياد اليوم نديروا الحمص. قول لهم راح دير لنا الحمص، قول لهم ديروا حمص. قولها لنا اليوم راح دير لنا غدا حمص. دير غدا حمص. هي نانا. نانا وشكون؟ نانا عبداوية. نانا عبداوية. ربي يحفظك. اوكي البنات، كيفاه درت البروكلو هذا؟ ها هذا درتو قرصات. ها شكل حاطني ديبا هاكا تمرقي وماما يما. اي تمرقي المرقة هاهي، ها صنعت درت لها كتانة سخونة عليا. ها هاكا المرقة لنا. اش بدا الهيت اش بدا؟ هاهي كي البطاطا نتاعي قليتها، هاو البروكلو نتاعي قليتو. شتا البنات كي نشريو خلال البروكلو نديرو نهار الاول، ومن بعد كي يبقى لنا شويه حبرك نجيبو نغليو نديرو فيه العظام، نديرو فيه شويه فارينه، شويه الاخر سمو الفلفل الصباغ هذاك الحار ولا حلو، ونحكمو شويه ثوم، شويه بصله، ونلمسوه بالفرشيطه ونديروه ليت هكا قرصات. خاطر اخي شتي ما ياكلوش كي يكون حبات، الولاد يشتيو هكا. نديرو ان شاء الله شويه بركة. انا راني راح نعد لكم كلش، ها كلشي نعده لكم، ما نخبي عليكم والو. انا ندير لكم كيما ندير في داري، اللي بغى عجباتو هاو يتبع لي، ما عجباتوش هو متقدم عليا داير كيما بغى. انا نعد القدامات نتاوعي لي قدي نسى لي قدي. كاين بنات صغار ثاني بغاو يتعلموا، البنات الصغار بغيتو تتعلموا تعلموا كي تزوجوا تلقاو رواحكم. هو فرد كرش، فرد مرميطه، فرد كلش، بس كي دير هكا حاجه تكون بنينه الناس الكل تشتيه. هزناني هزت الكسره هي كي اليوم درت انا الكسره، اليوم البنات ما داروش، انا اللي درت الغدا. ديروا البنات وجربوا وشوفوا. اليوم يا وش هو ما اليوم الموسم، هي هم يقولوا اليوم الموسم ما نعرف. هي اليوم الموسم البنات، نسينا احنا اذا باللي موسم دوك راح نجيب. يو دوك نروحو نديرو شويه شخشوخه. شي با قالت لي اختي فراره. اها راح يدخل واسمو جمبر. جمبر ايه يقولوا له جمبر. جمبر يا النار، دوك جمبر هذا يعيدوه الناس، وفرار يعيدوه الناس كما المولد والاخر اسمو العيد الصغير والعيد الكبير وعاشوره. اليوم الناس قال لي تذبح ولا هاي يذبحوا في النار. كل موسم يذبحوا ويقسموا ويعودوا يقسموا ويديروا الدشره هذه. ها
اليوم كيما الدوابر يديروا كل تشره، يذبح واحد يذبح خروف ولا زوج ولا الاخر ويجي يبيع سمتهم ويبيع ويعطي لهم يبيع لهم. نقولوا له اليوم درنا التشره. يبيع ولا يمد؟ كان اللي يبيع كان اللي يصدق. كان اللي يمد كان اللي يصدق. احنا عندنا شهر شهر شهورين اخرين يعيدوهم اخرين ما يعيدوهمش. ايه هكذا بكري احنا شويه في الاخر. اليوم في كيما في الدوار في بوحمار عيطت خالتي كي حكينا مع خالتي قالت لنا باللي اليوم راح نعيدوا. ايه قالت لك اليوم راح نعيدوا. ايه تاع الشاويه اليوم ام راح يعيدوا بالجنبر الشهر الجاي يزيدوا عيدوا. ايه جنبر هذا اللي حاب يدير شخشوخه اللي حاب يدير بربوشه يا كما تما الحاجه اللي عندك واش عندك ديري شخشوخه الزفار يديروا شخشوخة الظفر ما ياكلها الناس بها بيضة درناها يديرو. أنا قلت لها اللي بغا يدير شخشوخة الظفر يدير الآخر. اليوم هاك باكي الغدا تاعي اليوم هذا هو غدايا دوك من بعد تي ونديرو لاصوص. دوك المرميطة تاعي ها هي كي البنات راهي هذه غير الأخرى الخضرة كي نبغيو نتغداو أنا نسقيو. هاي ما نلوحهاش دوك البنات ما تلوحوهاش دوك باش ما توليلكمش مدايرة. خليو هاكا المرقة سخنوا المرقة وحطوا هذيك فوق المرقة هكذا تبغيو تسكيو خاطرش هذه ها هي. انا درت زوج حبات زروديا شبي حمص شبي جلبانه طرف حمص هي طيبته في الماء ومن بعد زوج طراف دجاج شهيه طيبه. هيا من بعد نعطي لكم في صحه تقديم ان شاء الله. بعد خلاص كي نبغي يجي ولدي ونتغداو نعطيكم. ربي يهنيكم ان شاء الله. لازم ولدها قالت لك تجي ولدي. هاي ربي يهنيكم ان شاء الله ناكلوا بالصحه ولهنا وتاكلوا ان شاء الله ديروها تاكلوا بالصحه ولهنا ان شاء الله وربي يحفظكم وربي يبعد علينا ان شاء الله المرض هذا ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله يا ربي. بطاطا وزاد فتت لكم هذاك الزر تاع الدجاج. هاي شطيت على بطاطا وبنت على البروكلو شطيتها شطيتها يقولوا لها ما نعرف احنا هكا نسميناها. بسم الله ها هي كيك راح نسقيو صحن تقديم. هاي السلطة هاي البروكلي وين درتها لكم هاي البطاطا ان شاء الله يعجبكم ديروا